اوكي، انا حاليا ناصح. وفي هذا الفيديو راح تشوفوا كيف حولت من نفسي بالكامل على مدى فترة طولها فوق السنة، وكل اشي بدأ في هذا اليوم. مش عارف اذا اصلا هذا الفيديو حنزله، قاعد بصور احتياط اذا لحفت، اذا قدرت الحف بعمل قصة تحولي وقصة كيف انا تغيرت جسمي. ان شاء الله تشوفوا هذا الفيديو. صحتي كثير سيئة، لياقتي زي الزفت، والمشكلة انه عرسي قرب، لازم انحف، لازم ابلش العب رياضة والدايت من هلا، من بكرة يا رب تزبط معي. وزني حاليا 125 كيلوغرام، والوزن اللي لازم اوصله عشان اكون بافضل صحة هو 100 كيلوغرام، واحضروا الفيديو كامل لانه بالاخير وبحمد الله بوصل لهدفي. لازم احدد مكان اتمرن فيه، والمكان اللي اخترته هو بيتي الجديد اللي لسه ما في عفش. صراحة بيتي القديم ما في مكان اتمرن فيه، فهو هذا الخيار الوحيد الحقيقي اللي عندي. خطر على بالي فكرة رهيبة، راح اعمل غرفة جيم في البيت. بوم، واو، وات، شو هاد، واو احمد، واو، شو انك سفاح. اوكي، اروح اتمرن وارجع لكم. وهيك بدأت بأول تمرين بهذا الفيديو. بس انا وبتمرن حسيت في اشي غلط. اوكي، صراحة استوعبت شغلة، ما اتوقع اني حقدر اتمرن لحالي. سامعين الهدوء؟ غير الموضوع ممل، احتاج حدا يقربني. حبعلكم يا جماعة على كابتن عصام. اهلا وسهلا. طيب اليوم رح نلعب تمرين خفيف انا وكابتن عصام. يعني خفيف جدا جدا. اوكي، انا رسميا تعبت يا جماعه، مش قادر، حاسس جسمي كثير ثقيل ونفسيتي تعبانه، وهيك مش حاسس حالي حتمرن اليوم صراحه، مش قادر. ايش حكيت؟ ايش حكيت؟ 1 2 3 4. العب يا احمد، بدك تجرب. اليوم رح نبدأ نلتزم بالأكل. في زي شيك صباحي رح أشربه كل يوم يكون صحي. أول شيء 6 معالق شوفان، سكوب بروتين، زبدة فستق. هذا الاشي يا جماعة بيعطي كثير طاقة. طبعا لقدام في مسيرتي بكتشف انه هذا الاشي اللي كنت اعمله كان كثير بنصحني، بس مش عارف ليش انا كنت مقتنع انه كويس. والله زاكي. والله طبعا عندي كم ما من عد. تنزل كمان 3 1 4 5. أول مرة أطلب سلطة بجوز من سنوات، عشان اليوم سلطة. وعصير برتقال دايم. طبعا لازم تعرفوا على مدى هاي الفترة أنا بطلت أكل أي شيء غير السلطة، لدرجة أني حتى الشاي صرت أشربه بدون سكر. سيء. وعشان هيك بدأت أشوف الفرق على جسمي. وهيك بهاي الفترة قدرت أنحف 7 كيلو قبل عرس. بس بعديها للأسف رجعت لنفس القديمة. ومعلومة عني، أنا بحب الأكل. لحمة واكيو معاها بيض. وتخيلوني على هذا الموال لمدة 5 شهور
بدون رياضة ومع كثرة السفر عشان فيديوهات، والنتيجة كانت إني صرت كثير ناصح، وصلت لمرحلة إنه صار يأثر على صحتي. جبت العيد. أوكي، حاب أحكيكم إنه مبارح كملت 5 شهور على زواجي، وزي كل واحد تزوج بالعالم أنا نصحت. بعرفش ليش كل حدا بتزوج بينصح، كنت فكر حالي أنا الوحيد اللي ما حنصح، بس برضو نصحت. سلا بدي أفرجيكم الوضع. بامين. والمشكلة مش هون، المشكلة إنه عم بصير لي مشاكل صحية حقيقية بسبب إني ناصح. عملت فحص دم جديد وحرفياً كل مؤشرات جسمي عم تحكي لي أحمد انحف إن شاء الله. جسمي عم بيعطيني إنذارات، عم بحكيني انحف، إذا ما برد عليه رح يصير لي مشاكل. ومن كثر ما الوضع صعب صحابي كلهم عم بيقترحوا علي أعمل قص معدة. والله لسه مبارح كنت قاعد مع صاحبي قال لي أحمد قص معدتك وخلص ريح حالك. بس يا جماعة أنا برفض هالشي، أنا عارف إني قدها وأنا عارف إني بقدر أنحف بالرياضة وبالحمية وبقدر أتحكم بحالي. عشان هيك من بكرة، بعد بكرة. اوكي بس قبل كل شيء لازم اواجه الكابتن عصام. هلا والله كابتن. كيف الحال؟ هلا هلا. تذكرني؟ اب متذكرك. بس انت صح تتذكرني. 5 شهور ما بترد ليش؟ 5 رح تلتزم؟ هلا حلتزم. احكي والله. يعني يا جماعة نفسي ينزل فيديو يوتيوب هذا. صار له سنة. وهيك بدأت أتمرن كل يوم مع الكابتن عصام. في البداية كان الموضوع صعب، بس مع الوقت صارت الرياضة جزء من حياتي اليومية. الدنيا حاليا رمضان وسحوري سلطة. مع انا مصدوم من التزام احمد. احمد صار وحش بيجي اخيرا راح ينزل. واه يا جماعة كملنا الشهر تقريبا على الانطلاقة الأخيرة. احنا اليوم 22 رمضان. شهر رمضان كله التزام. بس والله عم بشوف تحسن صراحة. الحمد لله. دجاج مشوي. هون كان صار لي شهر ونص ملتزم، ومع اني اخيرا بدأت اشوف نتيجة تعبي، للأسف الفترة الجاي بفقد الشغف. لانه بصراحة تصوير هذا الفيديو كان عبارة عن وظيفة جانبية بجانب تصوير مقاطع قناتي الرئيسية، وزي ما بتعرفوا انا عندي هدف اني اوصل 10 مليون باقرب وقت. ففي الشهر ونص القادمين بضطر اسافر فوق 10 مرات عشان اصور تجارب غريبة لقناتي. وخلال سفري حاولت قدر المستطاع اني التزم بالاكل الصحي لما اقدر، والتزم بالرياضة لما يكون في جيم. بس عشان أكون صريح ما كنت كثير فخور بنفسي، لأنه كان التزامي ضعيف بسبب السفر والتعب، فعشان هيك بطلت أصور كثير لهذا المقطع. بس الصدمة كانت لما أخيراً رجعت على بيتي. رجعت من سفرة كثير طويلة وفي كانت صعبة، ما كان فيها أكل، بس حاولت شوي ألتزم من جنب السفرة، يعني قدرت شوي ألتزم. مهم توزنت هلأ وانصدمت بالرقم اللي طلع. شو لهي الدرجة الواحد لعبة؟ أصلاً هاي البلوزة كانت ضايقة علي، كانت على القد بالضبط. ومع إنه الإشي كتير بسيط، بس أعطاني كمية ضخمة من الطاقة. اجينا على المول. ليش اجينا على المول؟ عشان نشوف أحمد نحف. سايز كم كنت تلبس سايز؟ كنت البس
اوفر سايز 2x يعني 3x. يلا خلينا نشوف هلا كيف صرت متحمس. دخلنا على محل واعي. هذا المحل بدون ذكر اسماء ما كنت بقدر اصلا احط اجري جواته لانه ولا اشي حتى قريب على حجمي. اهانه لإلي كان ادخل هون اصلا. وعلى السريع اخترنا كم لبسه. يلا هاي اكس لارج وجربت البسهم. هيك ممكن نحكي انه سايزي صار اكس لارج بدل 3 اكس لارج، بس هاي فقط البداية. جود. انا حاليا بغرفة اياس محل واعي ولأول مرة بحياتي البس سايز لارج مش اكس لارج. وجع علي وطلع حلو. صلي زمان ما لبست اشي بدون اكس. ومع انه الموضوع كثير بسيط بس اقسم بالله يعني كان احلى يوم بحياتي. ممكن حرفيا تشوف السعادة على وجهي. طلع انا مو مصدق نفسي اصلا. اليوم بالجم من بريطانيا وسحبت معي ابو شعلة. ما انا بروحش على الجم بس اليوم حيبدأ. ايوه let's go. بلع. اوكي اجيت اعمل اشي نفسي من زمان اعمله صح ويعني كان يتطلب اللي انحف. شفتوا لي قبل بركب خيل وانا شوي ناصح والحصان بتلاقيه قاعد بيموت عم بمشي غصب عني قاعد. والله عم بمشي غصب عني. انا بدي اوقف اوقفني. طلع والله مو راضي. طبعا هذاك الحصان اسمه معتز توفى. بصير واحد يحكي يترحم على الحصان ما بعرف. بصير فالله يرحمه معتز كان محترم وبتحمل. كان طبعا جاي بطار ملك الأحصنة. كل ما يكون بدنا شيء في حصان بدخل هذا الزلم على الفيديو دائما. يا يلا واحد اثنين جم. والله كنت محتاج إشي صح عشان اطلع. محتاج شغله اطلع عليها. المره الماضيه كنت حتقلب فوقي. واحد اثنين جو. انزل استعمل هذا تطلع عليه وامورك طيبه. مش لانه وزني اخف قدرت اخذ راحتي في المشي على الخيل ولوهله قدرت اعمل تروت اللي هو اشي شوي متقدم قارنوه بكيف كنت قبل. يا للهولي لا لا الهولي يا للهولي. انا امشي غصبا عني رغم عن انفي. اجل الوقت نرجع للتمرين لانه قربنا نوصل لهدفنا. اليوم عم بكب كل الاواعي اللي بطلت تيجي علي او بالاحرى حتبرع فيهم. يعني كل هدول صاروا اذا بلبسهم يقعوا على طول ما حتى يمسكوا بخصص. استثمار سنوات. شوف مثلا البطون وال صار قد فخذتينك. بدخل كل في واحده لحالي. هذا تاثير الزوجه الصالحه اللي هي انا. الزوجة الصالحة والرياضة يعني. إياسي راح من 3X للارج. واو شلت الإكسات الثلاثة. اليوم وزن أحمد. اليوم وزني صار 100.5 نص كيلو 130 كيلو. طلعت أمشي. أول مرة أطلع أمشي بجزء من 3-4 سنين. هيك واخيرا وبعد شهور من المعاناه وصلت لهدفي. I can't lose this one.
بس وهيك وصلنا لنهاية الفيديو اخيرا. شكرا لكم انكم حضرتوا الرحله الطويله. حاب احكي لكم شغله، ما حدا ناصح بضل ناصح، ما حدا نحيف بضل نحيف. انت لازم يكون عندك اراده توصل للهدف اللي بدك اياه. وانا يا جماعه لما نقلبت حياتي لحياه صحيه بصراحه صارت كل الحياه اجمل واحلى واريح، وصحتي كثير تحسنت ومناعتي تحسنت وكل المشاكل راحت. فاي حدا يعني وين ما انت تكون شو ما كان مستواك، انت مش متاخر، ممكن تقلب حياتك وتهتم بصحتك. صح. وبدكم دائما حدا زي الكوتش حسام، لازم صراحه، اللي هو كان صراحة يعني بعد الله الفضل لإله، يعني هو ظل وراي. وانت وحش. على فكرة الكوتش عصام يعني الثاني على العالم بالمواي تاي وبيعطي بي تي أونلاين. أي حدا يا جماعة حاب يسجل معي أونلاين، عشان أحمد عملت لكم خصم لفترة معينة هي 10 أيام بعد هذا الفيديو. بأي بلد بتقدر تتدرب، وبرضه إذا كنت في الأردن بتقدر تيجي عندي على الجيم بي تي. وأهلا وسهلا. فحاط لكم حساب الإنستغرام ورقم واتساب تاع التسجيل في الديسكريبشن. مش لازم انصحكم الزلمه فرشاكم يعني، شفتوا شو صار. شفتوا بيكم. بس على كل حال بنصح اي حدا سواء كان معك كوتش عصام او بدون، جد انك تروح للرياضه والاكل الصحي، لانه والله جد ما حتندم والله. باي. يلا نبلش الفيديو اللي بعده طول سنتين بيكون الجزء الثاني. بيجي نزيه ابن احمد. خوارزميات اليوتيوب تحكي انه هذا الفيديو هيعجبك، لما جرب تحطه